باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أمنا العذراء، إنها من أجل اختيار الله ليها، لأجل التجسد، إنها أخذت هذه الكرامة، حيث إنها فاقت كل القديسين بل كل ملائكة السماء. وسفر الأمثال 31:29 يقول لك: بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا. حيث أمنا العذراء صار لها لقب والدة الإله حسب نبوة أبونا أشعياء 7:14 ومتى 1:23 يقول لك: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. وأيضا أبونا أشعياء 9:6 يقول: يولد لنا ولدا ونعطى ابنا إلى أن يقول ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبدا أبديا رئيس السلام. يبقى أمنا العذراء بالتجسد أخذت ذلك اللقب والدة الإله. ولذلك لما بشرها الملاك بهذا إنها قالت: القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. أمنا العذراء تماما قالت كما قال أبونا أشعياء، حيث أبونا أشعياء قال: إن المولود من العذراء إلها قدير وأبا أبديا. عشان كده أمنا إليصابات أم القديس يوحنا لما زارت أمنا العذراء مريم إليصابات قالت: إليصابات من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ والقديس توما قال له: ربي وإلهي. إذن المولود من العذراء هو الله، ولذلك دعي لقبت بوالدة الإله. والسنكسار قال إن القديس توما لما وضع يده في جنب المسيح يقول لك: كادت يده أن تحترق من نار اللاهوت لولا إنه استهل صارخا قائلا: ربي وإلهي فشفيت يدي. إذن أمنا العذراء إنها والدة الإله حسب تعليم الكتاب المقدس، وعلى أساس تعليم الكتاب قد لقبها القديس كيرلس بهذا اللقب. ونحن بكل جراءة نقول والدة الإله. هذا الذي تقوله الكنيسة بكل قوة في مجمع القداس، تقول العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة. هذا هو لقب أمنا العذراء. إذن
كيف نفهم إن أمنا العذراء إنها والدة الإله؟ كيف نفهم ذلك اللفظ؟ هل أمنا، هل لاهوت الله لم يكن موجودا قبل أن يتجسد ويولد من أمنا العذراء؟ وهل أمنا العذراء كانت مصدر وجود اللاهوت؟ نقول حاشا لنا أن يكون هذا قولنا عن لاهوت الله، بل لاهوت الله إنه أزلي أبدي، وهو خالق الكون كله، وهو الذي خلق أمنا العذراء من العدم وأعطاها الوجود. إذن كيف نفهم إن أمنا العذراء إنها والدة الإله؟ خلي بالك من الكلام اللي جاي، وهو إن الذي حدث هو إن لاهوت الله اتحد بالناسوت داخل أحشاء أمنا العذراء وليس خارج أحشاء أمنا العذراء. ولذلك الآباء القديسين قالوا عن أمنا العذراء إنها كانت معمل لاهوت الله، يعني الذي خرج من أحشاء أمنا العذراء هو ناسوتا متحد به لاهوت الله. إذن أمنا العذراء لم تلد ناسوتا فقط، بل إنها ولدت ناسوتا متحد به لاهوت الله. إذن اتحاد لاهوت الله بالناسوت في داخل أمنا العذراء هو الذي أعطاها لقب والدة العذراء. ولذلك من يقول إن أمنا العذراء ليست والدة الإله، إنه يقول إن الله لم يتجسد، أي من ينكر لقب والدة الإله إنه ينكر حقيقة التجسد. إذن لقب والدة الإله إنه يرتبط بحقيقة التجسد الإلهي، وأيضا يرتبط بقوة عمل الفداء وخلاص البشرية، حيث الذي قام بعمل الفداء والخلاص ليس إنسانا عاديا ولد من أمنا العذراء، بل الذي قام بعمل الفداء هو الله الظاهر في الجسد. فأمنا العذراء لها لقب والدة الإله، وهذا يثبت عقيدة التجسد وعقيدة الفداء. بركة أمنا العذراء تكون مع جميعنا، آمين.